السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ شو الأخبار اليوم؟ تعالوا كده نبدأ الفيديو كده بالصلاة على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام يا حبيبي يا رسول الله. المهم يا شباب، تعالوا كده ايه نتكلم بس ايه الأول عن الإنجازات، تمام؟ وازاي تعملها إنجازات المسيرة. وهي طبعا هنا في إنجازات تحالف الانجازات، بس ما علينا، يعني خلينا كده ايه في الانجازات الشخصيه بتاعتنا، تمام؟ في حاجه اسمها ملك المعارك. ملك المعارك ديت ان انت تقتل من العدو في ارض، في الارض الابديه، تمام يا شباب؟ هتقتل 5000 هتحصل على نجمه برونزيه، طبعا هتوصل ل 10000 هتحصل على كمان واحده برونزيه. في حاجه عندك اسمها السلاح الخارق، ان انت تقتل من قوات السلاح الخارق في الارض الابديه برضو، تمام؟ انا دلوقتي قتلت 112، مع ان كان في ايديا ان انا اقتل اكتر من كده، بس يعني راحوا عليا، خليت حد تاني هو اللي يهجم، لاني ما كانش معايا ايه ساعتها سفن للهجوم، لان يعني كنت بتبرع بكل حاجه ودي غلطتي يعني. فانت حاول ان انت لما تتبرع سيب معاك السفن اللي انت بس ايه هتهجم بيها، حاول تبرع بالدبابات، حاول تبرع بالطيران، مش مشكله يعني. عفوا يا شباب. المهم، في عندك بعد السلاح الخارق هيجيك المتبرع. متبرع دوت اللي هو تم الوصول للمجد الشخصي. المجد الشخصي هو ترتيبك على الترتيب العالمي على الأبدية، تمام يا شباب؟ أنا طبعا جبت كام؟ 23730، تمام؟ طبعا لغاية ما نوصل 300000، طبعا هناخد واحدة. نوصل 150000 هناخد واحدة، ولازم عشان تاخد مثلا الأرض الأبدية لازم يبقى معاك، لازم تكون وصلت ل 200000 مجد شخصي، تمام كده؟ كده ايه مع بعضينا؟ مع بعضينا. طبعا هنا السلاح الخارق لو انت قتلت 2500 هتاخد 7 برونزية، وفي كمان لو انت وصلت ل 5000 هتاخد 7 زائد كمان 8 من النجمة البرونزية. طبعا ديت جميلة جدا جدا، ويا رب احصلها، وان شاء الله كده احاول بقدر الامكان ان انا افضل اهجم، وربنا المستعان. المهم يا شباب، لقيت طبعا في اتكلمنا على المتبرع، وفي حاجه اسمها المكتسح، قم بمهاجمه 500 من القوات الظلام، تمام؟ طبعا لو انت وصلت لغايه 2000 هتاخد 2 برونزيه، طبعا هتاخد واحده في 1500 وهتاخد واحده تانية لما توصل 2000، تمام؟ قوات فلك الظلام اللي هي القوات العاديه اللي هي بتاعه الوحوش اللي هي في الارض بتاعه الارض الابديه، تمام يا شباب؟ طبعا هنا المستكشف، وهو قم بالجمع 500 دقيقة في مناطق الموارد الخاصة. طبعا الموارد الخاصة ديت يعني بتشتغل كل تقريبا 3 ساعات، بتشتغل 3 ساعات أو كل ساعتين 3 ساعات، يعني أنا مش فاكر بالظبط الوقت، بس تعالوا إيه تعالوا كده نشوفها برضو مع بعضين. أنت لو وصلت ل 5000، يعني 5000 يعني مش ياما، يعني تقريبا ممكن كام ساعة يعني، يعني أقل من يوم تقريبا. طبعا أنت معاك كذا يوم إن أنت تجمع ال 5000، ال 5000 دولت بكل سهولة. أنا طبعا مجمع 350 دولت تقريبا في من يعني من شوية، يعني بقى لي تقريبا بتاع ساعة اهو، تمام يا شباب؟ لأني عامل 4 مسارات، تمام؟ طبعا ال طبعا هنا اهي، طبعا هنا كده الموارد الخاصة اهيت، تمام؟ موارد خاصة اهي، هنا الموارد الخاصة اهيت اللي مفتوحة لي، فاضل 14 دقيقة وايه وتخلص. طبعا بتعمل انت الذهاب، هتلاقي ايه؟ هتلاقي جنبك اللي هي ايه الموارد اللي انت المطلوب منك ان انت تقعد تجمع فيها. وطبعا انت مالكش دعوه انت هتجمع قد ايه، انت يعني خد وقتك، احنا كده كده بنجمع بالوقت مش بالعدد الموارد، تمام يا شباب؟ انا طبعا مجمع اهوت في 1 في 2 في 3 في 4 معايا، تمام كده ايه. خلصنا من اللي هي الانجازات الشخصيه، تمام؟ طب ايه نتكلم عن الانجازات الباقيه كمان. طبعا في انجازات التحالف، طبعا مجد التحالف يوصل، تمام؟ لما تاخد برضه حرب الأبدية. أنا ما طبش... طب استنى كده، تعالى بس نشوف ايه البرونزية. طبعا هتاخد البرونزية لازم تحتل العاصمة الأبدية، وتبقى وصلت بتاع ده، وصل المجد الشخصي ل 100000. ده طلع 100000 يا جماعة، مش 200000 كمان. أنا كنت قايل 200000، تمام؟ طبعا هتحصل على 10 برونزية. طبعا في هنا اللي هي الإنجازات ديت، تمام؟ بس ما علينا بيها، ده طبعا المجد الشخصي برضه ان انت توصله، ما علينا بيها، مش مشكلة يعني، تمام؟ تعالوا كده ايه، طبعا في حاجة هنا
عايز برضه اقول لكم عليها بالمره، لان انا لغايه دلوقتي انا مش فاهمها بصراحه. طبعا لما انا جيت هجمت Alright, wolves, attack! تمام، انا Give جيت me ايه all the ammo! دلوقتي هجمت اهوت، انا بضرب كده 120 بي. طبعا بليفو بتضرب بال 225 بليون. تمام، الاكاتورا بيضرب ب 156 بليون. تمام يا شباب، طبعا الهجمة التانية، لان اول سفينة عنده ايه خلصت، 173 بليون. طبعا بليفو ضربت 234 بليون. طبعا في ضربة حاسمة جت ب 400 وي. طبعا الاكواتورة، طبعا مين اللي هيجم تاني؟ بليفو، يلا 140. بليفو هجمت هجمة 191. في حاجة هنا بقى، يعني دلوقتي الاكواتورة وقف عند الويف التاني اللي فات على ايه؟ على واحد من الغضب، على نقطة من الغضب. تمام، طبعا كده كده في اول الجيم بنقاطه كلها ايه؟ كلها بتعلى، بيبقى ماكس وبيبقى غضبان لوحده، وهو بيغضب مع نفسه اصلا في بداية المعركة بيغضب. تمام يا شباب، طبعا ايه غضب اهوت، ضرب ده كده الاكوتورا زي ما بيضرب في اول الايه، في اول اللعب بتاعه. تمام، بيكمل بقى من الويف التاني غضبه، يعني هيضرب تاني دلوقتي. هو كده بيكمل من الويف التاني الغضب بتاعه، تمام، اللي هي كانت واقفة على واحدة، فلما ضربت السفينة اللي في النص راح ايه، راح ضارب. فانا مش عارف، يعني انا اول مره اشوفها، يعني اول مره اشوف الموضوع دوت. تمام، دي حاجه، ودوت يعني افضل حاجه طبعا في الاكاتوره، والاكاتوره جميل جدا وبطل فعلا رائع، وانا شاكك وحاسس ان البطل الجديد هيجي طبعا هيغير توقعات الجيم كلها. يعني انا حاسس ان هو هيبقى اجمد من الاكاتوره، واجمد من متجرد، واجمد من سيلينا، اللي هم جايين اصلا مكتسحين الابطال. تمام يا شباب، طبعا تعالوا نطلع. طبعا انا هنا عايز برضو ايه اوريكم برضو ايه السمات بتاعتي. تمام، طبعا هنا خمسات، هنا زي اللي هي العادية ستة، طبعا هنا خمسة، طبعا الاكوتور عند اربعة، طبعا هنا الضرر خمسة، وهنا برضو خمسة، هنا بليفو هنا برضو ايه الضرر خمسة. تمام، طبعا المسيرة كلها ايه خمسات. هنا الاكوتور بتاعه كان كام؟ تلاتة، هنا ميدز خمسة، ضرر برضو خمسة، بس هو اصلا ملحقش ان هو يضرب يعني، وفي عنده خفض ضرر كمان 12.5. ياه، هجوم بحرية 101. طبعا انا زيادة حيوية بس 75، وبرضو جميع القوات 10 حيوية، والزيت في هجوم 23. انا لسه يا جماعة يعني لسه على قد برضو، لسه ضعيف. المهم يا شباب، تعالوا كده نشوف برضو ايه زيادة حيوية القوات البحرية، واصلة 832% عندي. تمام، في عندي زيادة هجوم القوات البحرية واصلة عندي 698%. في عندي زيادة، فين زيادة الضرر؟ سوري، بتاع نزل غصب عني. في زيادة الضرر القوات البحرية عندي 94%. تمام، عندي خفض ضرر القوات البحرية القادم 81%. طبعا هو عنده 93 برضه، يعني حاجة جميلة، بس طبعا الأكاتورة بيظبط الدنيا دي كلها يعني. تمام، المهم طبعا دلوقتي يعني هانت على الحرب. في حرب طبعا قريبة جدا، طبعا احنا يعني حاليا احنا عايزين نوصل للنقطة ديت. راحت فين 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 اهي، طبعا الحصن العسكري. طبعا احنا هنوصل للحصن العسكري دوت. تمام، ففي حرب هتدور ما بين اتنين سيرفر، وهو سيرفر فين السيرفر اللي تحت دوت اسمه ايه، اللي هو سيرفر 927. تمام، اللي هو من ضمنهم دولت اهمت،
يعني السيرفر دوت يعني ده تقريبا العيال ديت يعني ضعيفة، انا مش عارف ده يعني واحد وخطيبته دوت ولا ايه تقريبا كده، ولا هما الاتنين بيحبوا بعض دوت حاطين قلوب، والدي حاطة تفاحة. هتتحرقوا مع بعض ان شاء الله، هتتحرقوا اول واحد هحرقكم انتوا الاتنين. ها بتحبوا بعض في اللعبة؟ اه يا شقية يا شقية والله. ايش زي بعض زي بعض سهل. يا شباب تعالوا كده تشوف كده رايح على فين ديت، ده يعني هو تقريبا كده ايه، اوبا تعالى كده تشوف ديت ايه الدنيا فيها. لا دي صعبة شوية، دي صعبة ان احنا نجيبوها. طبعا زيادة حيوية القوات البحرية 718، وفي زيادة إضافية لهجوم كل القوات 352، يعني تقريبا كده عندها ماكس الأبطال في تقريبا بطلين، يعني قربت تمكس التلات أبطال. زيادة هجوم القوات البحرية طبعا ممكسة تمام، طبعا كل القوات زيادة حيوية لجميع القوات تقريبا كده ممكسة يعني بطلين أو تلاتة، يعني هي قربت تمكس التلات أبطال تمام كده شباب، او تقريبا كده مركزة 3 ابطال كمان بتوعها ماشي. طبعا عندها هنا زيادة، فين زيادة ال زيادة الضرر حجم المسيرة 68، 68 زيادة واو، يعني كده تقريبا بتهجم بمية و مية وكام، انا بقى 130 وانا معايا 30، انا تقريبا كده بمية تمانية وستين حاجة زي كده، اه احتمال كبير تبقى تيجن ب 168 كام، 168 170 تقريبا كده، ب 170 كمان. طبعا زيادة ضرر القوات البحرية 52، خفض الضرر القوات البحرية القادم 86، ده كده ايه مزودة ضرر القوات البحرية بطريقة، لو خفض الضرر مزوداها بطريقة فظيعة يعني. طبعا لا هي مش عارف معاها حاجة ديت، جميلة جامدة. عارفة مع حاجة بقى في حالة واحدة بس، لو في منشأة تعزيز، منشأة ضعف، منشأة الضعف هي اللي تعرف ايه نعرف نقاوم فيهم ونعرف نتعامل معاهم تمام. طبعا عندنا حرب دايرة ما بين في السيرفر بتاعنا اصلا ما بين اينو اللي هو بتاع الولايات المتحدة دولت، ما بين اينو وايه بين دي ام دي اللي هو احنا واينو. طبعا اينو عايزين يعملوا زي يعني زي حصول على ايه، على ان هم يتفقوا مع مع السيرفر العدو لينا ان هم يبقوا ضدنا. طبعا هيبقى في تحالف ما بينهم تمام، السيرفر بتاعنا والسيرفر بتاعهم هيبقى ضد مين، ضد دي ام دي، بس برضو ان شاء الله هنكسب وباكتساح بفضل هذا ليلي الجميل. طبعا ليلي انا مش عارف اصلا قوته كام دلوقتي، طبعا مش عارف 200 ولا 300 حاجة قليلة خالص يعني، بس الولا شحين درجة أولى، وغير كده كمان عنده الأبطال كلها ماكس، فربنا المستعان يعني. إن شاء الله خير، وإن شاء الله كده هنزل لكم برضو إيه فيديوهات قريبة، لأن إحنا فعليا قريبين من بعض جدا يعني. دي إم دي أهوت تمام، طبعا دي إم دي أهو، دي بتاع برضو دي إم دي، دي دي إم دي، فين إينو؟ أنا كده بقرب أهوت، طبعا اينو اهي، انا هو دي ام دي اينو اهي، هتلاقي 927 ايه جنبهم اهي، فاحنا كده قريبين من بعض جامد يعني، كده قريبين جدا 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 جدا. فا يا مساء الاحوال، هنزل لكم فيديو كده ان شاء الله عن اقرب حرب هتدور ان شاء الله. يلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متنسوش طبعا تدعمونا باللايك والكومنت لو انتوا عايزين اي حاجة، غير كده كمان هحاول اعمله وشيروا القناة عشان عايز مشتركين كتير، وان شاء الله هنوصل كده مع بعضينا لل10,000 حتى. ويا مساء الاحوال، واعملوا طبعا شير للقناة كتير 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 كتير، بحبكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.